إذن في قضيتنا لليلة وصلنا لصفاقس. وصلنا لصفاقس 2008، جريمة كبيرة في صفاقس، جريمة مشاو ضحيتها 4 أشخاص من عائلة واحدة. المرة هذه الأمن تمكن للوصول للمجرم، والمجرم هو شخص اسمه كمال، ويقولوا له كمال لحول، نوع عنده نوع ملخوصة، نوع من الحول في عينيه. جابوه داو يسألوا فيه على الجريمة، شنو عملت، كيفاش عملت، فلقاوه عنده نوع من الفضفضة وإلى الثرثرة الزايدة، وبدأ يحكي على جرائم أخرى، بدأ يحكي على جريمة في مساكن التوى ما تعرف القاتل فيها. خيجاو يشوفوا شو اللي فما متوفر على معطيات جريمة مساكن، فيلقاو أنه الأمن قاعد يفركس على واحد إيش عنده؟ عنده خوصة في عينه. كمال عنده خوصة في عينه، ومش باش يطول برشا، وباش يعترف بارتكابه للجريمة في حق مولى التاكسيفون. لكن الصادم في القضية هذه، وقبل ما نرجع لكم على تفاصيل الجريمة متاع التاكسيفون، أنه كمال باش يحكي على تاريخ من الإجرام، تاريخ طويل عريض، بداه عمره 19 سنة وقت اللي ارتكب أول جريمة اغتصاب وقتل. اعترافاته اللي حكى فيها على مولى التاكسيفون باش يقول أنه وقت اللي دخل التاكسيفون وهو ديما ساعة يدخل وديما عنده سلاح أبيض تحته، شاقور، ساطور، سكينة، سيف، اللي هو ادخل المح 30 دينار في جيب السورية، فقرر أنه باش ياخذها. دخل على أساس باش يعمل تليفون. يا أخي بعد فهم لي السيد ما يشوفش مليح، ادخل وخرج، عاود رجع على أساس باش يعاود يتكلم في التليفون وهو باش يشوف السيد كيفاش يتفاعل معاه، وطلب من بعد منه يعطيه 10,000. برخدم على روحك، قال له اعطيني 10,000، راجل قدك طولك ببطل طولك تطلب في 10,000؟ ومن كلمة لكلمة باش ينفذ جريمته في الشيخ المسكين عبد العزيز. باش تتوجه له عشرات الطعنات، باش يضربوا بالشاقور اللي عنده في جيبه في راسه، باش يحلوا راسه، باش يقصلوا صوابعه، على 30 دينار وشويه صرف، وباش يخرج كأن شيئا لم يكن. لكن باش نكتشفوا أنه كمال هذا اللي يحكي على الجريمة كأنه معناها قتل ذبانة، باش يفهموا الأمنيين أنه السيد هذا بدمه البارد بالجرائم اللي يحكي عليها، بجريمة صفاقس اللي عملها، بجريمة مساكن اللي اعترف بها، ربما يخبي أسرار أخرى وراه. وفعلا هذا اللي باش يوصلوا له. جرائم كمال بدأت عمره 19 سنة تحديداً، كانت أول جريمة باش يعملها. هو طفل عاش في مراكز الطفولة المندمجة، غادي وين تولد باش يعيش سنواته الأولى في اللي نسميوها قرية بورقيبة للأطفال، باش يعيش سنوات صعيبة من طفولته. تعرفوا في الأماكن هذه مهما يكون ومهما يتعمل ومهما يصير، الطفولة متاع الصغيرات اللي فيها ما هيش طفولة عادية. اللي نعرفوه على كمال أنه في عمر 8-9 سنين تقريبا غادر هذه القرى بصفة غير طبيعية، لأنه مفروض في العمر هذا ما عندوش الحق يغادرها. لكن ما نعرفوش شنو صار بالضبط، اللي نعرفوه أنه غادرها.
وهو مينور ولد صغير غادرها، يتطلفح في الكياس، تربى في الشارع في الكياس. بعد مدة من التشرد باش يلقى عائلة اللي باش تسكنوا معاه، عائلة فيها 6 أفراد باش تعتبروا واحد من أفراد العائلة. أما العائلة ما شاء الله مدرسة في الانحراف، كل أنواع الانحراف موجودة. وانتي شنو تحب؟ الدعارة، على السرقة، على البراكاج، على الاختصاب، على اللي هو باش يوصل حتى أنه كمال يغتصب بنت الدار لهنا باش يتبدلوا معاه ويطردوه من الدار بعد 10 سنين عديها بحذاهم. تقريبا المعطيات المتوفرة تقول أنه مازال ما عملش 20 أو هو في 20، ولكن في 19 من عمره باش ينفذ أول جرائمه الكبرى، باش يحضر في عرس، وفي العرس باش تعجبه طفلة وباش يقولها كلمة حلوة منا وكلمة من غادي، وباش يخليها تهبط معاه من سطح العرس. وديقة ديقة 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 يتمشيو معناها واحدة واحدة حتى للي باش يهزها للخلاء بحذا جبانة غادي باش يغتصبها بصفة وحشية، ثم من بعد باش يقتلها ويشوهلها وجهها. الجريمة هذه اللي صارت عام 97 باش تهز الرأي العام. والغريب فيها معلومة نقولها لكم بكل تحفظ، ولكن لقيناها في ملفات هذه القضية، أنه يبدو أنه توجهت فيها التهمة لناس أخرين وتحاكموا فيها ناس أخرين وهما ما عندهم حتى علاقة بها، من أولاد الحومة اللي صار فيها العرس شدوا الحبس على حاجة عمرهم ما عملوها. يبدو يعني قتل، قولها بكل تحفظ، لأنه هو اعترف بها هذه الجريمة وقال أنا عملتها. وتنطلق سلسلة جرائمه، باش يغتصب طفلة قاصر، باش يغتصب امرأة كبيرة، باش يقتل، باش يعمل 14 جريمة بين قتل واغتصاب. هذه الجرائم اللي عملها كمال صاحب الخوصة، لولا جريمة صفاقس والآثار اللي تركها في جريمة صفاقس راو عمرنا ما وصلنا له. شخصية كمال كانت مثيرة حتى للمحامي متاعو، اسمعوه شنو اللي قال عليه. من جملة ما اعترف به المنوب، اعترف بجريمة قتل تعود وقائعها إلى سنة 1997 ضد فتاة من مدينة القلعة الصغرى تبلغ من العمر 23 سنة، وقعت مقاضاة أشخاص بشأن تلك الجريمة. وحسب اعترافاته، معناش احنا الملف بين أيدينا، حسب اعترافاته يقول اقترف تلك الجريمة سنة 97، وطلب مني إعلام السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة لإبلاغه عن تلك الجريمة. أكثر من هك، كمال رغم تعدد جرائمه إلا أنه باش يقول أنه مش نادم على حتى واحدة فيها، وأنه بالعكس هو متعته في عمليات القتل اللي عملها. المنوب بالفعل يتلذذ بجرائم القتل التي يرتكبها ويتحدث بشيء من الإعجاب ولا يعبر عن ندمه إطلاقا، بل بالعكس يبدي رغبة جامحة في سفك الدماء من جديد. في مارس 2013 محكمة الاستئناف بسوسة باش تحكم بالإعدام شنقا على كمال صاحب الخوصة. شكرا على حسن المتابعة،
إلى اللقاء.